تخيل أن تضع يدك على قطعة نقدية ذهبية تعود إلى أكثر من 1600 عام، تحمل بين طيتها أسرار إمبراطوريات غابرة. هذا ما يقدمه لك كنز شيمتو، أحد أهم الاستكشافات الأثرية في تونس. تعرف على قصته. في عام 1993، وبينما كانت أعمال الحفر جارية لإنشاء المتحف الأثري بمدينة شيمتو بولاية جندوبة، حدث اكتشاف غير متوقع. فرق أثرية تونسية وألمانية عثرت عن طريق الصدفة على جرة فخارية مكسورة تحتوي على 1648 قطعة نقدية ذهبية وفضية مغموسة في الذهب، ليصبح هذا الكنز أكبر اكتشاف للعملة الذهبية في المغرب العربي. هذا الاكتشاف الاستثنائي الذي يزن حوالي 7.2 كيلوغرامات يعد نافذة على قرون مضت. النقوش والكتابات الموجودة على القطع الذهبية تقدم معلومات قيمة حول الأحداث التاريخية في تلك الفترة، كما أنها تشهد على أهمية مدينة شيمتو التي كانت عاصمة من عواصم نوميديا الكبرى، وعلى دورها في التجارة والتبادل الثقافي في المنطقة. اليوم يعرض كنز شيمتو في قاعة خاصة بالمتحف الوطني بباردو، حيث يمكن للزوار الاستمتاع برؤية هذه القطع النقدية الثمينة عن قرب. ويعد هذا الكنز شاهدا على عظمة الحضارات القديمة ودليلا على الثراء الثقافي والتاريخي لتونس.